رأيت عند والدي حزام مملوء بالتمائم والتولة ومعقد بطريقة قوية جدا، وقمت بإخفائها، فهل يجوز لي أن أحرقها؟ علما بأنه إن علم ذلك لا أعتقد أنه يأمر بإحراقها. الواجب عليك أن تبين له الحكم أولا، وأن تبين له أن هذا حرام وشرك، تعليق التمائم هذا شرك، تعليق الحروز لا يجوز هذا، فتخبره بذلك وأن هذا هو حكم الشرع وأن الواجب إتلافها. فإذا اقتنع بذلك فأتلفها، أما إذا لم يقتنع بذلك فإنك لا تعطيه التمائم هذه، لا تعطيه إياها لأنها شر وشرك، أحرقها لأن هذا من إزالة المنكر. ولكن يجب عليك قبل إحراقها أن تنصحه وأن تبين له الحكم، لأنه جاهل، حتى يكون هذا العمل تاما ولا يكون في نفسه شيء عليك، يظن أنك اعتديت عليه. بل أقنعه أن هذا ما هو باعتداء، وهذا من النصيحة، وهذا هو الواجب على المسلم، وأن تريد له الخير، تريد له النجاة من الشرك ومن النار. فإقناعه وإخباره بالحكم الشرعي أولا قبل الإحراق، فإن امتثل، وإلا سلم هذه الحروز وهذه التمائم إن كنت في هذه البلد، سلمها للهيئات، لمركز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يحرقونها. نعم.